البرنامج الذي يبحث في العالم بأسره عن حيوانات طريفة هو برنامج أطرف الحيوانات في العالم، وهو البرنامج الذي لا يعد أحداً. لذا انهضوا عن أريكتكم لمقابلة قطة تهوى الاعتماد على نفسها. وكلب يعرف أولوياته. بالإضافة إلى موضوع النعامة والجمال، كل هذا والمزيد مع ورد الخال في حلقة اليوم من برنامج أطرف الحيوانات في العالم. مرحبا بكم في برنامجنا الطريف أطرف الحيوانات في العالم. ألاحظتم أن بعض الناس يريدون أن يبدوا مضحكين فلا يستطيعون ذلك إلا عندما تزل أقدامهم فيقعون مثلا؟ كذلك الحيوانات معرضة لارتكاب الهفوات. لنشاهد معا بعض الأخطاء التي ارتكبتها الحيوانات نتيجة لسوء التقدير. أعرف فيما تفكرون، ماذا تفعل قوارض الميركات هذه واقفة هكذا؟ إنها في ملهى كوميدي مفتوح. هذا كلب يريد التفاخر بمهارته في القفز. لا أعتقد أنهم سيقلقون بشأنه إن حاول الصعود إلى الأريكة. من أنواع الكوميديا الجيدة هي تلك المشتقة من عنصر المفاجأة. وإن كان سقوط البطريق بين الجليد أمر مضحك، فمن المنطقي برأيي أن يكون سقوط مجموعة مضحكاً أكثر. أعرف أنكم تجدون صعوبة في تصديق كلامي، ولكن بعض المراسلين لا يستمعون للنصائح التي تحذر من التعامل مع الحيوان أمام الكاميرا من دون انتباه، وهذه نتيجة اللامبالاة تلك. المراسل الشجاع لا يتردد في أن يضع نفسه بين عملية إطلاق نار مثلاً أو قرب مكان يحترق. بعكس هذا الرجل. 3-2-1 إنه لا يعرف النعامة. قد حولت تقريره إلى تقرير عن الجبناء. I can just see this. 3 follow me. I'll walk with. 3-2-1 3-2-1 المراسلة التالية تقدم تقريرها بطريقة ممكنة بعض الشيء. قبلتني كما أظن. هذا مراسل اعتقد أن من الأمان أكثر أن يقدم تقريره بين حيوانات أقل عدوانية. I'm Steve Perez, Santa Cruz County Farmers and Ranchers going on the offensive of against. Don't! Let go! يبدو أن الحيوانات مهتمة جدا بمادته. The Santa Cruz County Farm Bureau says it's seeing an increase in the number of dogs attacking livestock, and it says it wants the. All right, ready? Yeah. 3-2-1 Mark. ليست هناك حاجة دوما لإظهار حماقة المراسل. في بعض الأحيان يستطيع المراسل فعل ذلك بمفرده. في واشنطن صباحا، حيث كانت الشاحنة تنقل ثورا يدعى بلاك أند جاس. ها هو بلاك أو جاس الذي تمكن من مغادرة الشاحنة بينما كان صاحبها يغير إطاراً مثقوباً بعد أن انزلقت القاطرة التي تحمله وفتحت البوابة الخلفية، وقرر الثور عندئذ أن يرعى الأعشاب في المنطقة الموجودة بالقرب من الطريق العام. وتقول الشرطة إنها سيطرت على الأمر ولم يصب أي شخص أو ثور بأذى. أتساءل إن كان اسم هذا الثور فعلاً بلاك أنجاس أو بلاك أنجاس ربما. بلاك أنجاس. إنه مجرد احتمال فقط لا أكثر. أظن أني قرأت الاسم خطأ. إن كانت صحة حيوانكم تهمكم، فمن المهم جداً الحفاظ على نظافة الوعاء الذي يشرب منه. بعض الحيوانات لا تثق كثيراً بنظافة إناء الشرب، فتحاول أن تجد لها مشرباً آخر غير الذي تقدمونه لها.
سترون الآن كيف تعتمد الحيوانات على نفسها في الشرب. هذه الإجوانة شديدة الحرص على شرب الماء النظيف والنقي. وهذا موقف غريب من حيوان يتغذى أصلاً من الديدان والفئران. هذه القطة التي تخاف الجراثيم لا تشرب إلا المياه المعقمة، لكن السيئة الوحيدة هي أن كفها هذه كانت تقلب بها القمامة منذ قليل. هذا الجمل لا يثق حتى بالماء الموجود في سنمه، وكما ترون فإنه استعان ببديل صحي أكثر. بعض القرود لا يشرب سوى الماء الذي تم اختباره على البشر أولا. لكنه يحصل على الزجاجة من شاب يعيش مع القرود. وطبعا هناك بعض الحيوانات التي لا يهمها مصدر الماء طالما أنه وافر. تساءل أحدهم مرة عن علاقة الصداقة بين الإنسان والحيوان، وقال كيف تنشأ الصداقة بينهما. أعتقد أن الإجابة موجودة معنا الآن، وهي أنها تنشأ منذ الطفولة. الحب هو تقديم الدعم دائماً، حتى لو عن ذلك أن يطأ عليك أحد. الحب هو مساعدة شخص لإبقاء رأسه فوق الماء. ومساعدته على خلع زي السباحة. الحب هو أن تكون قريبا قدر الإمكان، ومساعدة شخص يعاني من مشكلة في الشرب. هذه القطة ربما تريد ما لدى الرضيع، لكنه في الحقيقة يعطيها شيئا في المقابل. لسوء الحظ إن هذا الشيء هو الجراثيم. إن طلبتم رأيي لقلت إن على القطة أن تقلق. تخيلوا أن تمشي القطة واضعة في فمها حفنة من جراثيم الرضيع. والآن مغامرة مع سرطان. دب يعشق الاستحمام. كلاب تكره العلاقات الشخصية. وصبي واعد في الفروسية. كل هذا والمزيد في برنامج أطرف الحيوانات في العالم. إليكم هذا السؤال الوجيه جدا، إن كنا نحن حقا أسياد الكلاب، فلماذا نحن من يحمل أكياس نفاياتها دوما؟ ألا تشعرون أحيانا أن حيواناتنا تهزأ منا؟ حاذروا أن تهزأ حيواناتكم منكم. هذا الصبي يعتقد أنه مضحك بجعل سلحفاته ترقص، فليكن هذا درسا له. لا ترقص السلحفات وبطنها ممتلئ. اعتقد هذا الصبي أنه سيكون مضحكا لو امتطى الكلب وأخذه في نزهة. لا أظنه كان يدرك أن كلبه لا يجيد سوى مهارة واحدة. لا شيء يسعد الكلب أكثر من إرغامه على الركض في سباق حواجز صعب. باستثناء ذلك، في بعض الأحيان تتمنى خيول البوني أن يسقط الآخرون عنها. إنه لموقف مضحك فعلا. فلا يتطلب الأمر سوى وضع كمية من الشحم بمكان السرج. هذا الرجل اعتقد أنه سيكون قويا إن قفز فوق الحصان. لا
لكن انظروا من ضحك في النهاية عندما انتهى به المطاف متدليا من على السرد. Here comes Lystra. إن أردتم ضرب مؤخرة حصانكم ليعدو بسرعة. Sweetwater Oak on the outside of Current Lady Head Ned. Sweetwater Oak loses the rider. فاحرصوا دوما على استعمال أيديكم للتمسك به. Watch out, Nate Hubbard. ليس لأن حيواناتكم الأليفة موهوبة وتجيد بعض المهارات، عليها أن تقوم بما تجيده كلما واتتها الفرصة. أحياناً تفعل ذلك من دون الحاجة إلى جمهور يصفق لها على ذكائها، ومن دون إعاز من أحد. إلى بعض محبي التفاخر، ليس المهم تحديد منطقة بل الأسلوب المميز الذي يقوم به بذلك. انظروا، إنه يكتب رسالة تقول: آسف بشأن حذائك سيدي. فيما تتباهى بعض الحيوانات للتنفيس عن ضغوطات ما، تتباهى حيوانات أخرى للتعبير عن جوعها. لابد أن هذا هو الخبز الغني بالفيتامينات. في بعض الأحيان البشر هم الذين يحبون التفاخر، كهذا الرجل الذي يهوى السرطان. لو كان حقا يتباهى بمقدرته لطلب إلى أحدهم أن يضع الزبدة الساخنة فوق السرطان. أفضل شراء منتج من حيوان وليس من إنسان. لهذا السبب أحب الإعلانات التي تقوم الحيوانات ببطولتها، وربما يفسر ذلك سبب مجهول. على كل حال، إليكم إعلانا من تلك الإعلانات التي تحدثت عنها. للمحافظة على لياقة حيواناتكم، إليكم حليبي للرشاقة. ما زلنا نحرص على تقديم آخر منتجات السينما من أفلام دعائية أبطالها الحيوانات، لنثبت أن للحيوانات مهارات تضاهي البشر في التمثيل. كلبك يبدو لطيفا، هيا اقفز، هوب، هيا اجلس اجلس. إنه لا يفعل شيئا، فقط الألعاب البهلوانية. أعطني حافزا مناسبا. والآن في برنامج أطرف الحيوانات في العالم سنشاهد كلب عدو المنبهات. لا شك في أن الحيوانات تحب مساعدة الإنسان، فالكلاب البوليسية تساعد في تطبيق القانون وكشف أماكن المتفجرات، والكلاب الدلماسية تساعد رجال الإطفاء في حراسة شاحناتهم، وكلاب المكفوفين تساعد في الوصول إلى البيوت باكراً وبأمان. لكن ما ستعرفونه الآن هو أن هذه الحيوانات ليست الوحيدة التي تستطيع المساعدة، فبعض القرود والأرانب تعمل وتساعد بجد. منذ بدأ الإنسان ينتعل الأحذية، وجدت الحيوانات لمساعدته. لقاء أجر زهيد. نرى هنا أرنباً يعلم طفلاً إحدى مهاراته بلعب الورق، وهي عد الأوراق. ألديكم نافذة متسخة؟ لا تعتبر هذه مشكلة بالنسبة إلى هذا الحيوان المفيد. ولاحظوا كيف يعمل الذيل عمل مساحة الزجاج الخلفي. بعض الحيوانات تريد كل ما لديك.
كما أن القطة تساعد نفسها في تحضير العشاء. لكن المشكلة هي أن العائلة الليلة ستأكل طعام القطط. إن كنتم ممن يستيقظون بصعوبة فستحبون ما يفعله هذا الكلب، فهو قادر على إقفال منبه الساعة قبل أن يسمعه سيده حتى، كما أنه قادر على تشغيل مسجلات الهاتف عندما يتصل رئيس سيده في العمل لطرده. الذي اشترى منكم لعبة لطفله يعرف أن أكثر الأشياء إحباطاً هي اتباع إرشادات الاستعمال، لذلك عندما تشترون لعبة للحيوان تأكدوا أنه يجيد قراءة الإرشادات قبل أن تسلموه إياها. واضح أن هذا الدب لم يقرأ الإرشادات المرفقة مع لعبة مخروط المرور. على الأقل سيكون في أمان الآن، انتهى في الطريق العام. إن كنتم مثلي تحبون مشاهدة حيواناتكم الأليفة تلعب بالماء فستحبون مشاهدة هذه الفقرة التي تبين فيها الحيوانات حبها الشديد للماء. تستخدم الحيوانات الماء لعدد من الأشياء. الدببة مثلا تستخدم الماء للرقص. لا تقطع الماء، أريد أن أكمل وصلتي. بعض الحيوانات تستعمل الماء كمساعد لتنظيف الأسنان. هذا يستعمل المرحاض لكنه لا يستطيع القفز عاليا. يأمل هذا الكلب أن يفعل رشاش الماء بقوائمه ما يفعله بالعشب. لربما ساعده لو داس بعض الأسمدة. وهناك الحيوانات التي تحب المياه كثيرا ولا تستطيع الانتظار لتشاركها مع الجميع. أمس وصلتني رسالة من عدد من الأصدقاء يعربون فيها عن إعجابهم الشديد بالبرنامج ويسألون السؤال التالي: هل لكلب الهولا قدرات غير التي نعرفها؟ كما يودون مشاهدتها إن أمكن، وأنا أقول لهم إليكم ما تطلبون. أعرف أن جماعة السجن كانوا ينتظرون بفارغ الصبر وصول تلك الفتاة للترفيه عنهم برقصتها الشهيرة. ها هي جيني كلبة الهولا هولا. إنها بالفعل قادرة على تقديم أداء مميز. وأفضل ما في الأمر هو أنها صنعت هذا الطوق من سيارة قامت بتفكيكها بنفسها. انتهت حلقتنا اليوم، وإلى أن نلتقي مجددا ابقوا مع هذه المشاهد وتذكرونا. إلى اللقاء. เด็กมาพูดเลยเด็กคืออะไรวะ
ไม่รู้เชื่อไหนไม่รู้ให้ไปเชื่ออะไรเว้ยลุงโว้ย